الجمهور العدل الأصيل الغالي، ألف شكر. وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم، وقريت وسمعت قد ايه دفعتوا عني وقد ايه غلطتوا الولد الصغير. ولكن الفيديو ده برضو انا عامله علشان اعترف بخطئي واعتذر لاهل الولد الصغير ان انا ايدي اتمدت عليه وانا عارف انه عيل صغير، لانه لما غلط في الاول قلعته بكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قلت له اسمك يا حبيبي، قال لي اسمي كذا، وسبته ومشيت وهو اعترف بده. لما رجع غلط تاني لفيت بطريقة التليفون، خبى التليفون، ما تملكتش نفسي وضربته ألم بسيط. الألم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنظارة اللي كان لابسها. ولو هنعتبر الناموسة اللي وقفت على خدي ألم، فأنا أستاهل من الناموسة دي 5، علشان أنا مديت إيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة. ولكن أنا ما تملكتش نفسي، وهذه الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها. لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو، حد قال لي اكسر له التليفون عشان ما يعملش كده تاني. قلت له طب هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه غرموا 8 تليفون تاني؟ خاصة لما عرفت ان هو من قرية تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي. قلت لهم روحوا له، قال لي هنعمل له محضر عشان اصلا دخل وهو مش متر. قلت له لا، يروح بعد اذنكم.